وأيضا رح نروح لمساحة جديدة ضمن صباحنا لليوم، وحنروح للأدب الثقافة والسينما. دائما البصمة السورية موجودة إن كان على الساحة السينمائية الدرامية وحتى الأدبية، واليوم سوريا هي من الأسماء الكتير كبيرة على الساحة العربية. يعني شفنا برمضان الماضي صحيح. رجعنا يعني للأسف بالفترة قبل رمضان كان في شوية هيك تخبط، خلينا نقول الأوضاع الاقتصادية، الحرب على سوريا، شركات الإنتاج اللي دائما لها دور كتير كبير بالتأثير على موضوع إنتاج الأفلام السورية إن كان سينمائيا وكان دراميا. صحيح، وبرمضان الماضي مثل ما شفنا الساحة الفنية شهدت كتير تطورات ورجعت مثل ما ذكرتي من قبل، لكن دائما بأي مجال في له معوقات وفيه مشكلات. لحتى نحكي عن أهم المعوقات والمشكلات اللي بيعاني منها قطاع الدراما والسينما والأدب، إيضاحات كتير رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الكاتب والمخرج السينمائي وليد درويش. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. هلا بداية خبرنا اليوم، هل السينما بخير؟ هلا قطاع السينما هو مثله مثل أي قطاع موجود بسوريا، يعني خلال فترة الحرب هو تضرر قولا واحدا، يعني عم بيحاول يكون بخير، لكن بصراحة اليوم السينما تحتاج إلى دعم أكثر. السينما هي واجهة أي بلد، تحديدا سوريا. سوريا من أوائل الدول، خليني أقول لك مو بالعربية، على مستوى الشرق الأوسط اللي أنتجت سينما. يعني نحن في سوريا، هي معلومة، أنتجنا السينما كان عام 1927 بالأبيض والأسود. كثير دول لسه ما تأسست. أول صالة سينما كانت بعام 1935. كان في كثير دول لسه ما تأسست. بصراحة لا، السينما ما كثير بخير لأنه بحاجة إلى نظرة أعمق. خلينا نحكي بالنظرة الأعمق، خلينا نفصل فيها. يعني اليوم وقت اللي منقول معوقات ودعم، نحن عم الدعم يعني بيشمل مادي، يعني بيشمل دعم. عندنا طاقة شباب كتير حلوة، عندنا أفكار صناع محتوى كتير عظماء، ولكن إنه بحاجة للدعم المادي يمكن أو للضوء أكثر. لا، هن بحاجة لأنه ينعطوا فرص أكثر. أنت بس تعطي الشخص فرص فوقتها رح تقدمي له دعم مادي ومعنوي وهي التفاصيل. لكن اليوم المعوقات، اليوم نحن خلال الفترة 12 سنة هذول، رغم أنه كان في إنجازات بالسينما، كان في إنجازات كثير كبيرة، رغم الظروف رغم المعوقات، لا سوريا كانت حاضر وشاهد بكثير محافل دولية. بس الفكرة وين؟ الفكرة اليوم يا ترى نحن معتبرين انه هذا القطاع اولويه ولا هو لا شيء ثانوي؟ لا، اليوم ما بنقدر نعتبره شيء ثانوي، لانه اليوم السينما هي روح، ما حدا بيقدر يقتل الروح يعني بالنهايه. صحيح. هذا تعبير هو يعني خليني اقول لك، اليوم الوضع في سوريا سينمائيا يحتاج الى دعم حكومي اكبر من الموجود، لانه اليوم لاحظي اغلب الافلام اللي بتطلع اليوم، حتى لو شوفي الكتاب وقت بدك تقولي له تعال اكتب لي فيلم سينما، فهو بيروح فكره انه انا شو بدي اقبض عليه، لانه منتج السينما هو المؤسسه العامه للسينما في سوريا. فاليوم المؤسسه العامه للسينما هل هي فعلا قادره على انه تدفع لي كلفه النص؟ هلا بتعرفي انت اليوم يعني حسب التسعيره الموجوده في قطاع الدوله، لكن اليوم بكل صراحة لا، المؤسسة يعني بالفترات الأخيرة عم تحاول تقدم شيء، رغم الإمكانيات اللي أنا يمكن ربما نوعا ما مطلع عليها كونه بيشتغل بالمجال، إمكانيات ضعيفة جدا، لكن عم تحاول تقدم شيء. فينا نقول أهم المعوقات لهذا المجال هو الموضوع المادي. طبعا الدعم المالي، لأنه اليوم أساس الإنتاج السينمائي والدرامي هو مصاري. صناعة السينما، صناعة الإعلام، حتى الإعلام اليوم إعلام بدون مصاري ما بيشتغل. صحيح. فكل هذه القطاعات مرتبطة ببعضها يعني. طب من السينما للدراما والحركة اللي شهدناها بالموسم الرمضاني الماضي، خلينا نحكي شوي عنه. هلا السنة الماضية يعني الكل كنا نسمع انه القطاع الدرامي تعافى، القطاع الدرامي رجع. اي نعم، اشتغلنا اعمال كثير مهمة، اشتغلنا أعمال ما نافسنا فيها لكن رجعنا دخلنا على السوق. في أعمال جابت نسب مشاهدة لأنه كانت هي غريب من نوعها. اليوم سوريا كانت متفوقة حتى على مصر
بقطاع الدراما. صحيح. يعني العمل السوري كان أي عمل سوري قبل ما يتصور ينباع يتسوق اليوم. لا هذا الموضوع انتهى من 12 سنة. هلأ إذا بدي أقول لك السنة الماضية هو رجع لا ما رجع، هو في أعمال مهمة ومنتجين ليسوا بسوريين بصراحة، شركات الإنتاج ما كانت سوريين، لهيك فرضت هاي الأعمال نفسها على المحطات التلفزيونية وعلى القنوات التلفزيونية، لأنه ما زال إلى اليوم قطاع الدراما بعده عم بيعاني من العقوبات اللي مفروضة علينا، بعده عم يعاني من الصعوبات يعني اليوم. بعدين في منافسة بالسوق، حتى صار في رينج بكل المحطات انه انا ما بقدر اخذ خمس اعمال سوريه مثلا، باخذ عمل مقابله عملين من الخليج وعملين من لبنان، يعني صار اقل العمل السوري اقل مستوى تسويقيا يعني. طيب خلينا كونك ذكرت موضوع نحن بدنا نشوف كليب بعد شوي اذا سمحت، ولكن خلينا بفكره الانتاج الخاص والقطاع الدولي. حضرتك ذكرت نقطه انه شركه الانتاج وقت بتروح لضخ أموال بعمل ما، فهي اليوم عم تفرض على الكاتب وعلى المخرج ويمكن على الممثل حتى، يعني الدور عم يجي جاهز، الفكرة عم تيجي جاهزة. طيب هذا قد عم يأثر سلبا يعني بالنهاية، يعني على إن كان على المشاهد إن كان على شركة الممثل نفسه يعني. هلا هو يعني إذا بدي أقول لك أنا في أعمال تكتب لنجم يعني يعني المخرج بينجاب مشان يخرج لنجم، والكاتب بيكتب لنجم، والشركة هي موجودة. اليوم مستوى، شوفي ما في عمل درامي أو سينمائي أو أدبي بينعمل بدون رسالة، كان رسالة مباشرة أو رسالة غير مباشرة. هل اليوم بيصفى مين بيقدر يوصل هاي الرسالة؟ مين بيقدر أنا هاي المصاري اللي عم بدفعها مين هو القادر أنه يوصلها؟ اليوم موضوع إنتاج الدراما هو إنتاج متكامل، يعني كاتب السيناريو هو بطل مثله مثل النجم على الورق، لك هو القادر اليوم تخيل الشخصية كيف هو الأساس حيحركها. ما بتقدري تجيبي سيناريو جيد ويجي ممثل ما نو قدران يؤدي هاي الشخصية بيقدر يرفعوا لها السيناريو أبدا. وكمان حتى المخرج يعني اليوم تجيبي مخرج ما قدر يفهم هذا الورق، ما بيقدر يطالع هذا النص بصورة جيدة. خليني لك ايه فعلا في يعني أي إذا بدي سميها موضوع فرض الشخصيات أو فرض الأسماء، لأنه اليوم بيعتبر المنتج أنه أنا صاحب العمل، أنا مدير العمل وأنا رايح موضوع تسويقي بالنهاية. ونحن عندنا مشكلة كبيرة، ما عندنا منتج فنان. ليش ما عندنا منتج فنان؟ ما ضل عندنا منتجين، منتجين فنانين الله يرحمهم اليوم ما عندنا. شو بنقصد بالمنتج الفنان؟ المنتج الفنان اللي هو بيشتغل عمل في يعني بيحيط فيه بكل الاتجاهات والأهداف اللي هو بيوصل لها. يعني أنا بدي عمل سوقه بيحكي عن طالع سوريا فيه جميلة، بلدي جميلة، في رسالة فنية أدبية جميلة ومشاهد، عرفتي؟ يعني أنا بحكي لك أعمال كثيرة، أحلام كبيرة وغيرها، هون كان في منتجين فنانين. خلينا نذكر معلي هذيك يعني هدول المسلسلات فينا نقولوا الفترة الذهبية كانت يعني. عرفتي يعني حتى الكوميديا السورية اللي كانت كوميديا جميلة بطابع جميل برسالة نبيلة. الله يرحمه الأستاذ هشام شربتجي، الشغل اللي اشتغله بموضوع الكوميديا. اليوم لا للأسف ما صفينا، ما ضل عندنا منتج فنان. اليوم المنتج كل همه تسويق، هو يسوق يجيب مصاري، شوه البيئة، شوه السمعة، شوه. طيب في رقابة اليوم في مؤسسة سينما، في نقابة، في جهات مختصة اليوم يعني. شوفي الرقابة بتقرأ النص بناء على إذا بدها ترفض النص بترفض بناء على قواعد وبنود، يعني مثلا أنه هن أربعة أو خمس بنود، إذا هذا النص هدول البنود اللي سبب لرفضه ما هم موجودين فيه، اللي هو المساس بالوحدة الوطنية وأمن الدولة وهالقصص ما هم موجودين، بس هو مشوه للبيئة، مشوه للصورة السورية، عرفتي؟ يعني مشوه حتى للناس اللي فعلا قاتلوا بوقت من الأوقات لحتى حرروا هالبلد من المستعمر الفرنسي والعثماني وغيره. هلا في أعمال تانية انعملت هي السنة كانت جميلة، لكن رسائلها كانت نوعا ما في إشارات استفهام حولها بصراحة. اليوم ما تبقى من المنتجين الفنانين اللي عم بحكي عنهم إنه خارج البلد، أتمنى إنه يرجعوا على هاي البلد، لأنه وجودهم بهاي البلد هو إضافة لهذا القطاع. هذا القطاع برجع بقول لك مثل ما بلشت أول شيء،
قطاع الدراما والسينما يحتاج إلى دعم حكومي أكبر من الموجود. أما هلا رح نروح نشوف كليب ونرجع. كليب بأعمال الإرهابيون يخرقون الاتفاق ويمنعون المدنيين من الوصول إلى المعبر. رح يسلموا رح يسلموا. تذهب الجائزة للصحفية السورية يارا. قدي صار لي بولد أول مرة بشوف ولد خلقان وعم يضحك. سبت علينا العقل. عقل؟ ليش الحرب خلت فيك عقل؟ ابتسم من شان الصورة، والله شكلك أنت بحياتك مو مبتسم. طبعاً مثل ما شفنا هذا الكليب رشا من عمل السيد وليد، تحكي لنا شوي عنه. اسمه تشيز من اخراجك، ومثل ما حكيت لنا تحت الهواء ومثل فيلم سنوات. تشيز هو تاليف طلال لبابيدي، انتاج المؤسسه العامه للسينما، اخراجي وفيلم قصير احترافي. طبعا الفيلم انتج قبل 3 أو 4 سنوات. اول فيلم بيحكي عن شخص، الفيلم هو بيحكي بشكل عام اسقاط على السوريين، كان هو فلسفي كثير. سنوات الحرب، قبل سنوات الحرب كيف كانت ضحكتهم، كيف كانوا يضحكوا بسنوات الحرب، فقدوا هاي الضحكه، راحت الابتسامه. فلهيك حكينا نحن عن تفاصيل هذا السوري كيف كان عايش. هلا الفيلم حقيقه يعني انا من الافلام اللي بشوفها مهمه كانت بحياتي، هذا البرومو كان تبعه. شارك باكثر من مهرجان، هلا بالفتره الاخيره كان مشارك بمهرجان سوس، كانت مجموعته مع افلام من الولايات المتحده الامريكيه والنمسا وبلجيكا واستراليا وايران والمغرب. يعني انت بتعرفي هذول الناس بيبزخوا على افلامهم، يعني احد الافلام الامريكيه اللي مشارك هو جايب ملكه جمال الولايات المتحده الامريكيه كبطله، يعني عرفتي؟ فهم في بزخ وهم في امكانيات نوعا ما محدودة حسب الامكانيات المتاحه كانت، لكن الحمد لله طلعنا بصوره طيبه، اخذنا تنويه يعني بالفيلم. وحاليا ايضا مشارك بمهرجان في سويسرا، وناطرين ان شاء الله ناخذ شيء ثاني. حضرتك ذكرت انه هذا الفيلم من اهم الاعمال بالنسبه لك، شو هو السبب؟ انت وقت اليوم تطلعي بتتبني عمل كمخرج وبتشتغلي بعمل بحب، بيكون كل فريق العمل موجود عم بيأدي شغله بحب وبعشق لهي المهنة، فبالتالي اليوم بتطلعي بنتيجة جدا جميلة جدا جيدة. يعني بتوصلي بنتيجة انك انت الفكرة اقتنعتي فيها حتى قدران توصليها للمشاهد للجمهور. فلهيك قلت لك هذا بحبه من اكثر الاعمال اللي اشتغلت فيها، لانه هذا العمل اشتغلناه حتى بظروف صعبه، اشتغلناه بمنطقه كانت المعارك قريبه جدا علينا، حتى في اصوات طالعه بالفيلم هي ما كانت ساوند افكت او كذا. اي والله كان اصوات حقيقيه. طيب استاذ وليد، قبل ما انتقل للروايه، وحضرتك كاتب ومخرج، بسنوات الحرب شفنا كثير من المخرجين راحوا لي، او معظم الاعمال السوريه راحت لتحاكي الواقع السوري، وكان في نقد على
ان كان اخراج وان كان الكاتب، انه اليوم نحن لسه الصوره ما انا واضحه تماما عنا لنقدر نقدم عمل للمشاهد اليوم يحكم شو عم بيصير ببلده يعني. فكان في بعض النقاد انه كان بكير شوي، نستنى شوي لنقدر نقدم هذا العمل يكون متكامل. كرؤيه اخراجيه شو رايك؟ امتى بكير يعني؟ بعد 100 سنه بصير. انا من فتره قريت مقاله لاحد النقاد كان كمان عم ينتقد الافلام اللي عم تنعمل عن الازمه وكذا، انه فعلا ممكن كنت اليوم عم تحاولوا تكونوا ترند بمجال الدراما على حساب الواقع السوري. شوفي الحرب، انا عم بحكي عن مدرسه، هلا راح احكي عن مدرسه. الحرب العراقيه الايرانيه او الحرب الايرانيه انتهت ب خليني اقول لك بالثمانينات، انتهت بالثمانينات. الى اليوم الطرفين عم يعملوا افلام يوثقوا هاي الحرب. الى اليوم اخر فيلم عملوه الايرانيين من اسبوع بلشوا تصوير فيه. فاليوم انا عندي قصص اكثر من اي حدا ثاني بالعالم في سوريا، عندي بطولات اكثر من اي حدا ثاني بالعالم. بكل بيت في حكايه، بكل بيت في قصه. اليوم اللي قدمه الجيش السوري هو خليني اقول لك فلسفه، والله فلسفه بالانتصار، فلسفه بالمقاومه. اليوم فاليوم انا شو المشكله اذا اجيت طبعا بصوره يعني جميله، بصوره جيده تحاكي الواقع، ما انه انا العب على خليني اقول لك على الكلام الإنساني. او العب على المشهد لحتى وصل فكره انا بدي اياها، حط جنبها 100 اشاره استفهام. لا اليوم انا مع انه كل ما حدا صح له او قدر يكتب فكره سينمائيه او دراميه تحاكي الواقع فليش لا؟ لانه اليوم ما في داعي اصلا للمعالجه الدراميه بس تكتبي نص. صدقيني اليوم ما في داعي للمعالجه الدراميه، هي هو النص بحد ذاته بيكون الحكايه الاساسيه، بتكون ما الواقع السوري كان سيناريو جاهز اليوم يعني. هذا اول سيناريو بيتقدم بشكل كامل وعفوي لكل الكتاب يعني والمخرجين. تماما، على اي بيت، بكل بيت بتلاقي حكايه وبتلاقي قصه وبتلاقي روايه. تمام، كونك ذكرت الكتابه، اليوم ضيفنا يعني مخرج وهلا عنده اصدار لاول روايه، حنشوف الانسيرت تبع الروايه ونرجع نعلق عليه. قد اليوم المهم المخرج يكون كاتب او يقدر يمتلك حبال الرواية يعني. اليوم أنت عم تكتب وعم تتخيل البطلة أو البطل كيف عم تحاكي روايتك يعني، صحيح؟ يعني أنت قلتي عم تخيل، ما بالك إذا كانوا حقيقة يعني، عرفتي؟ هلا لا، أنا بدي أقول لك شغلة. اليوم أنت إذا بتلاحظي أغلب المخرجين بهي الفترة كانوا، إذا بتشوفي أي عمل إن كان من إنتاج خاص أو إنتاج عام، شو بتلاقي؟ تأليف وأخراج. لأنه اليوم هي مشكلة كمان عم نعاني منها تحديدا السنوات الأخيرة، هو ندرة القلم، ندرة الكتاب. اليوم حقيقة كتاب ما في أسماء كثيرة موجودة بالبلد، هن معدودين الكتاب الموجودين بالبلد واللي عم يشتغلوا أصلا. فبالتالي اليوم راح المخرج باتجاه أنه هو صار يكتب نصه وهو يأخرجه. هلا أنا ما لي مشاركة سابقة بشكل واضح بالكتابة، لا أنا بشتغل بكتب أفكار، بصنع أفكار، لكن اليوم موضوع هاي الرواية يعني هو خبرنا عن الأسماء أول شيء. عم شوف الأنسيرت حضرتك عم تحكي إلى مادلين، مادلين امرأة استثنائية. مين مادلين؟ هلا سؤال محرج، معلش. لا هلا احكي لك شيء، لا احكي لك شيء. دائما المرأة عم تعطي هي التحفيز للكتابة، لتقلي يعني دائما العنصر النسائي عم يكون المحفز طبعاً لأي فكر عند طبعاً الكاتب. شوفي لا هو بس مين مادلين؟ رح لك هو كل إنسان بيعيش بتجربة بحياته، وكل إنسان في بحياته أشخاص مؤثرين، هلا ممكن يضلوا ممكن يروحوا. صحيح. أنا اللي كتبته بالرواية هو تجربة استمرت لي سنوات، لسبع سنوات. طبعا أنا بدأت كتابتها بخمسة سبعة 2022 للرواية يعني. خلصتها من كم يوم يعني. فالرواية عم تحكي عن بطلين عاشوا فترة سبع سنوات من حياتي، خليني أقول لك الجميلة اللي بيعيشها أي اثنين، بيحبوا بعض. ربما الحب هو مو حب، خليني اقول لك هو العشق والزواج. نعم. لا في حب صداقه، في حب الحياه اصلا هو بحد ذاته حب. فبالتالي انا كتبت عن هذول البطلين اللي بعدين افترقوا لسبب مجهول. كتبت عن معاناه البطل انا
لانه ما بعرف البطل عم يعني وليس البطل. فقلت لك اليوم بكل شيء بتعمليه بالحياه بتلاقي قصه حقيقيه وقصه واقعيه انك تحكي عنها. الروايه اللي كتبتها انا لا هي عملت لها معالجه دراميه، ما فيني اكتبها كل شيء صار. طيب بدنا ننوه استاذ انه عم نشوف الانسيرت هو عرض اول للغلاف الاستاذ وليد على الاخباريه السوريه، يعني اليوم العرض الاول لنا وان شاء الله حنكون بالاصدار. حتى التصميم هو كان فكرتي يعني. هي اول روايه لك. حينما يفرض العشق نفسه على مساحات واسعه من قلوبنا رغما عنا. ماشي ما خلاني كفينا. حلو العباره. فيك تكفيها لازم دي بسمعها منك استاذ. لا بسمعها منك. خلينا نحكي اكثر عن تفاصيل الروايه. ايه فقلت لك اليوم حتى اشتغلت على موضوع الغلاف. مادلين امراه استثنائيه، انا حكيت عن التفاصيل الجميله اللي موجوده بهي الصبيه وبكل صبيه. يعني اليوم حقيقه بسوريا السوريات اذا بدي احكي أغلب النساء استثنائيات اللي ما قدموه بالفترة الأخيرة. لكن هذه الرواية يمكن تكون أحد أهم الأشياء اللي عملتها بحياتي. نعم. طيب أكيد بالإصدار رح نكون وإن شاء الله هيك تبصر النور قريبا ونشوفه مو بس أول عمل، يعني سلسلة. ودائما إحنا خلينا نروح هيك للنهايات الإيجابية، ليش دائما عندكم هي نهاية إيجابية على فكرة؟ انا قلت لك انا قلت لك فراق بس انا ما فتت لك ما بدك تحرق لا فتت لك بتفاصيل لانه ربما تكون نهايه ايجابيه ما سلبيه، يعني نترك النهايه لوقت الاصدار. لفت نظري عباره نفس العباره الاخيره العشق هو اهم من اي مرض عضال. ممكن يكون نعم طبعا انا لفت نظري هل ننجو على فكره. ما رح ننجو. بدنا نتشكر حضورك معنا كثير استاذ وليد، وان شاء الله هيك بالتالق الدائم وما يكون اول عمل، يكون لسه في اعمال كثيره لك ونورت صباحنا. شكرا لكم. اهلا وسهلا استاذ الكاتب والمخرج السينمائي وليد درويش، سعد صباحك، نورت صباحنا. ودائما نحن بنشوفك حالنا فيكم ككتاب كمخرجين كادباء، ودائما نحن بنقول عندنا شباب عندنا مخ سوري بس اليوم بحاجه لشويه دعم. يسعد صباحك، تكون بخير. شكرا لك. شكرا كثير لك.